عدنا لكم في آخر فقرات برنامج بيت العيلة لهذا الصباح، وكما نقول دائما ختامها مسك في برنامجنا. من فترة صرنا ما صدفنا مبادرات شبابية مجتمعية في وطننا الغالي، وزي ما بنعرف هاي المبادرات اللي بترفد المجتمع وبتعين المجتمع والجهات المعنية والمسؤولة في أمور كثيرة، وممكن أن تفيد المجتمع أكثر من الجهات الرسمية والمسؤولة في بعض الأحيان. مبادرة اليوم واللي هم يعني بضيافتنا موجودين عندنا مبادرة سنة الأردن. هذه المبادرة إلى حد ما تختلف عن باقي المبادرات، وباختلاف هذه المبادرة أيضا لها طابع خاص ولها أنشودة هذه المبادرة. قبل ما نتعرف على ضيفتنا في هذه الفقرة نسمع احنا وياكو هذه الأنشودة الخاصة في مبادرة سنة الأردن. بالحب والإيمان وعزيمة الفرسان يكبر فينا الحب إنسان أخو إنسان. بالحب والإيمان وعزيمة الفرسان يكبر فينا الحب إنسان أخو إنسان. رغم الإعاقة والألم رغم الحياة والمعن نهتف بأعلى صوت نهتف كلنا معا متحدين متحدين عالخير مجتمعين. ما ضل تعب ما ضل بسمة وفرح وحنين. خير دايم بالفرحة وبالنسايم ندعي بأعلى صوت بلدنا يضل وسام. نعيش ونكبر فيه وكل بيفخر فيه لما بتنادى علينا الكل بيلبيك. رغم الإعاقة والألم رغم الحياة والمحن نهتف بأعلى صوت نهتف كلنا معا متحدين متحدين على الخير مجتمعين. ما ظل تعب ما ظل بسمة وفرح وحنين. شكرا لهذا الصوت الرائع، وكاتب الكلمات هو الأستاذ مهند دبابنة، والمغني أو المنشد وليد ريان وهو عراقي الجنسية، وضيفتنا في آخر الفقرات الدكتورة سناء أبو شاشية صاحبة مبادرة سنة الأردن. سنة الأردن ما اختيها من سناء ولا؟ نعم هو اختصار. صباح الخير عليكم سنة الأردن. صباح الخير وعلى مملكتنا الحبيبة. الله يخليك يا رب. وعلى قائدنا البطل المتطوع الإنسان. حلو حلو رائع جدا. قبل ما أسأل عن المبادرة، أنا على فكرة لفتت انتباهي أنه المبادرة لها أنشودة ولها شيء وكلماتها عاملة مثل الأوبريت. نعم. يعني مين صاحب الفكرة هاي؟ هو أنا صاحبة الفكرة من البداية. كان من قبل يعني أنا حابة أعمل هيك مبادرة إن نخلي أغنية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو أوبريت. يعني وهي تقريبا على نظام الأوبريت يعني طالع الأغنية إلى أن يعني هيك صارت الظروف وشاءت إن التقيت بالأستاذ وليد ريان والأستاذ الموزع محمد القيسي والشاعر الرائع مهند دبابنة. قعدنا وحكينا بالتفاصيل. حلو. والحمد لله تنفذت الفكرة. مخرجات رائعة جدا كانت. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. ويعني كيف الفكرة صارت؟ لأنه في عن الوطن أغاني وفي عن الحب أغاني وفي عن الصديق أغاني وفي عن الخيانة أغاني وفي عن الإخلاص أغاني، بس ما في عن الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني أنا أتصور وبمخيلتي وما عمري سمعت إنه في حدا عامل أو فنان أو مجرد شعري يمكن ما عمري أنا سمعت، يمكن هو موجود بس أنا ما حضر لهذا الشيء إنه يتحدثوا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. حلو. أنا حبيت أعمل هيك مبادرة لأسلط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وهي هي مبادرتك عن الأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الأشخاص الإعاقة. ذوي الإعاقة. نعم. ذوي الإعاقة. نعم. طب تحكي لنا عن هاي المبادرة بشكل عام.
نعم، مبادرة سنة الأردن هي مبادرة هي من مقطعين، سنة والأردن، سنة من اسمي يعني لأنها هي عن روح ماما الله يرحم روحها، والأردن لأنها على كافة محافظات المملكة والثلاث أقاليم. حلو. نعم، للمجتمع المحلي بشكل عام وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، كوني أنا أخصائية تربية خاصة. حلو، يعني للوطن بشكل عام، بما أنك الأردن لعاد المبادرة شاملة لكل محافظات وأقاليم المملكة. نعم. عددكم بجيب هذا الموضوع أو بتلحقوا على كل هاي الأمور؟ يمكن انت هلا راح تستغرب، انا لحالي بالمبادره، لحالي وما ندر، ما يعني ما في متطوعين بكون معي، ما ندر لما تكون ايفنت كتير كبير بحاجه انا اني انظم وارتب واجري اتصالات ويكون معي تيم وورك، بيطلع معي. يعني ما ندر ان تكون المبادره القائم والمشغل والفاعل والمخطط، والمنفذ. نعم. شخص واحد. نعم. ويعني هو ليس تصغير للأنثى وأن تكون أنثى. نعم. تعرف يعني الرجل يعني يقوم بأمور أكثر جلدا من الأنثى فيها، قدراته بتكون ممكن الجسدية خلنا نحكي. نعم. نعم. شو المشاكل، شو الأمور اللي ممكن تواجه مثل هذه المبادرات الفردية بدي أعتبرها؟ يعني تقريبا هو ان شاء الله هي العقبات انا دائما بعتبرها ايجابيات، وبكل اللقاءات الاعلاميه بقول لما بيسالوني عن السلبيات او عن العقبات بقول لهم انا دائما بستفيد من العقبات والسلبيات اكثر من الايجابيات. يعني ممكن المشاوير الطويله على المحافظات، كنت اكون انا لحالي واروح بالليل يعني وانت لحالها. صح. زي ما تفضلت انه الرجل عادي مثلا بيكون بالشارع بسيارته ما في مشاكل، بس الانثى يمكن يختلف شوي وضعها، ولكن اخت رجال وبنت رجال ما شاء الله عليك ما بفرق، وربنا بيكون حاميها. اكيد، أكيد. واللي صافي هي دائما رب العالمين هو بمشينا سواء رجل او انثى، رجل او امراه، رب العالمين بيمشي حسب النيه وبيسر الامور. من اهم العقبات تقريبا اللي انا فعليا بعتبرها عقبات واستفدت منها انه توجه لي بعض اصابع الاتهام في بعض الاوقات من بعض الناس، بعض كلمه بعض يعني هاي لازم ادخلها لاني ما بقدر اظلم المجتمع المتكافل معي واللي مساندني والنشامه اللي حوالي. في بعض الاوقات يعني بيدخلوا لك مثلا على السوشيال ميديا على الماسنجر بيقولوا لك شو مستفيد من هذا العمل، شو حطيت بجيبتك. ممكن تتعرض لهي الاتهامات للاسف، للاسف في انفس مريضه للاسف. وفي كمان شغلة تانية انه ليش كل هذا العمل، ما في داعي، يمكن انت حاطة براسك بالضبط شو بدك من هذا الحكي. انه انت بدك يعني منصب معين او وزارة معينة. أيوة. او برلمانية. أيوة. او أيوة. انا بدي ابرر، لا يعني مو بحاجة ان ابرر. انا نيتي ورب العالمين هو شاهد عليها، ولكن للناس الفاضلين اللي ممكن احكي لهم هذا الحكي ويستاءوا منه مثل حضرتك تفاجأت انت يمكن. لا طبعا تفاجأت انه عمل الخير بيعكسوا على الناس انه هو مصلحجي وانه ايش بدك من عمل الخير. انا يعني بالنسبة لي رب العالمين شاهد علي، ما بدي اي شيء شخصي او ذاتي. زي ما تفضلت في البداية هي عن روح والدتي الثاني. بالضبط، هاي هي نيتي انه عن روح والدتي الله يرحم روحها. الله يرحمها. انا ما بدي اي شيء. ممكن هلا اكون قدراتي بسيطة اني امسك منصب معين او شيء، ولكن انا لا اطمح حاليا من عمل التطوع اني اوصل لاي منصب او اي مركز او اي كرسي. هاي العاد، هذه شهادة. نعم. من الدكتورة سناء ابو شاشية. نعم. طيب شو الاعمال اللي قامت فيها المبادرة في الاوقات الماضية؟ نعم. يعني خلال هذا العام كان شهر رمضان، الاعياد، فتوح المدارس، يعني أمور يعني جديرة بأنه مثل هذه المبادرات أن تعمل ومناسبات أن تقوم فيها المبادرات. نعم، إحنا مؤخرا طلعنا إحنا والأشخاص ذوي الإعاقة على مهرجان الفحيص. يعني بالمهرجانات ما عم بخصصوا الأشخاص ذوي الإعاقة إنهم يدعونهم إنهم لو مجانا مثلا. هاي الخمس ست بطاقات أو العشر بطاقات أو الخمستاشر بطاقة، هدول الأشخاص ذوي الإعاقة لأنهم أشخاص فعالين في المجتمع ولازم يكونوا حاضرين بالمهرجانات اللي هي احنا بنفتخر فيها. فما عمرها صارت هيك مبادرة. يعني انا قلت انه بنطلق مبادرة من سنة الاردن ان نحصل بطاقات من الاداريين الرائعين اللي ما قصروا معنا، وشكرا لحضراتهم جميعا، انه ناخد هاي البطاقات ونخلي في حضور وفي بصمة للاشخاص ذوي الاعاقة بالمهرجانات. حلو. وتنفذت الحمد لله رب العالمين. وفي كمان زرنا المبادرة، كمان زرنا
الجرحى الأبطال بمدينة الحسين الطبية. حلو. يعني أبطال غزة وجرحى غزة زرناهم بشهر رمضان المبارك، قدمنا لهم اللي بنقدر عليه، وكمان عملنا ملابس صندوق الملابس الخيري وعملنا كمان يعني مش حاضرني كتير أشياء. في أمور كثيرة يعني والإفطارات يعني اللي قمنا فيها يلا نفطر سوا بشهر رمضان المبارك. مثل هاي الأمور. نعم هي بسيطة ولكن أنا بالنسبة لي هي عظيمة إنها كجهود فردية إنها تكون بهاي الطريقة تطلع. نعم. حكيتي أنت في المحافظات وهو مجهود فردي بتكون. نعم. فيه هل هناك جهات رسمية تتفاعل مع دكتورة سناء في مبادرتها في المحافظات؟ نعم طبعا. كلهم نشامة وبرفعوا الرأس. حلو. من الشمال للجنوب للشرق. حلو. للغرب. حلو. نعم يعني يعني أنا بشكرهم جميعا. كل مين اتعامل مع سناء ودعمها ودعم المبادرة شكرا للكل لأنهم فعليا نشامة وبرفعوا الرأس. الدور الإعلامي شو بيخدم مثل هاي المبادرات؟ شو بيقدم؟ يعني كتير له دور كبير، دور الإعلام المسموع والمرئي والمكتوب في نشر المبادرات الإنسانية. مثلاً هي أنت استضفتني حضرتك لتحكي عن الأغنية، استضفوني كمان على مجموعة من الراديوهات ومشكورين كتير إنه أحكي عن الأغنية وأحكي عن المبادرة. هذا بيخلينا يعني بيخلي الجميع يتعلم من بعضه إنه شو بتقدم المبادرات الإنسانية. لأنه مثلاً أنا في عندي قدرات، في ناس بقول لك أنا عندي قدرات بس ما بجرأ أطلع أعمل مبادرة. حلو. فلما أشوف صور سواء على الفيسبوك أو بنطلع باستضافات إعلامية هذا بيشجع الناس اللي شوي عندها تحركها شوي. بالضبط بالضبط. اللي ما عندها الجرأة إنها تطلع تنشئ مبادرة. وكمان أشياء كثير إنه بننشر عمل الخير. والإعلام يعني إذا ما ساندنا، إذا ما ساندنا الإعلام بكل وسائله يعني ما حينتشر عمل الخير كما يجب زي ما انت بدك. بالضبط. فبساعد على انتشار عمل الخير والعمل الانساني في جميع الوطن العربي في جميع العالم مو بس على مستوى الاردن. حلو حلو. نعم. طيب دكتورة سناء ماذا تقولي للمرأة الاردنية للفتاة الاردنية؟ نعم. انت ما شاء الله عليك صبية وبتقوم بهذا العمل وتقوم بهذه. نعم. المبادرات. اذا هناك رسالة يجب. نعم. ان توجه للمرأة. هل يعني لا زالت المرأة مكبلة بثقافة العيب عندنا مع العلم انه في تمكنت المرأة. نعم. ووصلت المرأة الأردنية الى الوزيرة الى السفيرة. صحيح. الى النائبة الى المعلمة عدا انها ام واخت وزوجة. نعم. لكن تجاوزت هذه المراحل بان اصبحت امرأة صاحبة قرار في مجتمعنا الأردني ومنحها هاي. نعم. الثقة الكبيرة. نعم. لكن لا زالت هناك وسواد اعظم عند النساء ثقافة العيب تقيدها. نعم. زي ما تفضلتي هي عندها. نعم. الإمكانات وعندها الموهبة وعندها القدرة لكن تفتقد الجرأة. شو الرسالة اللي بتوجهها دكتورة سناء؟ يعني لازم تكون قوية ولازم تكون أنيقة ولازم تكون محترمة بين قوسين. يعني أخت رجال وبنت رجال. لأنه البنت لما بتطلع إذا ما بتكون عقد حالها سترونج. أيوة. بتبين للي قدامها إنه أنا بنت رجال. طبيعي يمكن تستبز من الآخر. بالضبط. من المجتمع يعني بشكل عام. بس احنا الحمد لله رب العالمين انا كسناء يعني لفيت محافظات المملكه كلها بحياتي ما يعني توجه لي اي نظره بسوء. الحمد لله. الحمد لله رب. الحمد لله. العالمين والكل وقف معي. فلازم تكون قويه عقد حالها. لازم لما بدها تقوم بعمل تطوعي او اي عمل في الحياه لازم يكون مخطط ضمن قدراتها ضمن امكانياتها. لازم تكون عندها امل بالله. لازم تكون فخوره بنفسها. لازم تتحدى كل المصاعب اللي بتواجهها لتكون قويه ويكون في لها بصمه موجوده ومشهود لها بالمجتمع. الضعف ما رح يعمل لها شيء. القوه باحترام هي اللي رح توصلها لشو ما بدها بالمجتمع. نعم. طيب نحكي نرجع بالعوده الى المبادره الان. نعم. شو الطموح اللي عند دكتورة سناء في مبادرتها؟ بتقعد في البيت هيك وبتسرح. نعم. وبتقول حابه كذا حابه كذا. ايش الطموح وايش العقبات اللي بتواجهك في هذا الطموح؟ يعني انا حابه خلينا نحاول من خلال هذا اللقاء يعني نوجه رسالة لبعض الناس. نعم. لبعض الجهات انهم. نعم. مثل هذه المبادرات التي تعنى في جزء معين وجزء عزيز على قلوبنا هم اصحاب الاعاقة. نعم. وهم فرد من افراد المجتمع. نعم. وهذه المبادرة تقوم على هذا الجزء. نعم. فياريت نساعدها. شو. نعم. الطموح
اللي عندك. يعني إن شاء الله بكون جلال سيدنا عم بسمعنا وبوجه له أكبر تحية في الدنيا. هو اللي علمنا العمل التطوع، هو الإنسان، هو اللي مد إيد العون لكل اللي حوالينا من شعوب ومن دول صار في عندها مشاكل وهيك، فهو احتواهم، فهو اللي علمنا العمل التطوعي. بوجه نداء لجلالة سيدنا ولجلالة الملكة رانيا انه اذا بيجمعونا كلنا بالمملكة على مستوى المتطوعين والمبادرات انه نطلق مبادرة سامية باسم المملكة كلها، انه كلنا المبادرين يعملوا يقوموا بالجهود الطيبة على انجاح هاي المبادرة. يعني مبادرة تعنون بموضوع معين وتكون تحت رعاية سامية، رعاية ملكية. نعم سامية. نعم. لأنه دكتورة سناء المبادرات كثيرة. نعم. في الأردن. نعم. في مبادرات يعني عملها زي ما بقول على قدها يعني. صحيح. هيك هم يعني زي إحنا حسب القدرات. حسب القدرات. وإحنا بنحكي للجميع الله يعطيهم العافية على ما يقدموه للمجتمع المحلي. طيب أني أنا كمبادرة أرتب الحديقة اللي في حارتي وأدهن الصور أو أرسم رسمي على جدار عندنا في حارتنا، أو أني أجيب أطفال وأعلمهم شيء في مركز من المراكز الموجودة في الحارة عندنا، فهذا عمل يعني جيد وأشكر عليه. لكن أن أتعامل مع أشخاص ذوي إعاقة باحترام شديد لهم يختلفوا عن الإنسان اللي يعني تتغلبي معهم في 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 عملك. هو بدك يعني تكون جهودك مكثفة. ولا ليه تسمى التخصص التربية الخاصة؟ يعني في عنا التربية والتعليم. في شيء اسمه التربية الخاصة، يعني انت بدك تضاعف وتكاثف جهودك لأبعد حد ولأقصى حد إلى أن تصل إلى أقصى هدف ممكن يتحقق. حلو. مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. يعني ممكن انت تكون حاطط هدف معين مع الاشخاص ذوي الاعاقه، مثلا تدريبهم على مهاره معينه. بالضبط. مع الطفل العادي ممكن يستوعبك اسرع من الشخص من ذوي الاعاقه. بالضبط. وتحديدا اللي بتكون في الاعاقه العقليه البسيطه والمتوسطه والشديده والشديده جدا. دول الناس كثير بتتغلب انت معهم. فبدك تضاعف جهودك لتقدر تحقق هدف، ويمكن مش كل الهدف يتحقق. أيوة. ولكن بدك انت توصل الى اقصى درجة ممكنة من تحقيق هذا الهدف. يعني انت بدك تستثمر كل جهودك لتدربه على هاي المهارة بالتكرار وبالمتابعة وبتكثيف الجهود مثل ما قلنا. نعم. انت لحالك. طب انا يعني بما انه مثلا حسب دراستك انت عندك هاي الخبره، لكن بجوز ما عند سناء الدكتوره سناء خبره مثلا اني انا اعلم اصحاب اعاقه معينه. نعم. مثلا الرسم. نعم. بتستعيني في ناس مثلا ممكن يساعدوكي؟ طبعا اكيد احنا بنكون تيمور كامل. اخصائي نفسي، اخصائي اجتماعي. حلو. معلم تربيه خاصه. طبيعي احنا تيمور كلنا بنشتغل مع بعض. حلو. ولازم نشتغل بهاي الطريقة. وأخصائي نفسي كتير مهم ليخلي فيه دافعية ويقيس مستوى الدافعية للتعلم عند هذا الطفل. وبعدين بيجي دور المدرب اللي بده يدرب على مهارة معينة. حلو. يعني أيوة لازم. أيوة. تنقاس من كل جهة ويتشخص ويتقيم من جميع الجهات النفسية. العقلية، الجسمية، الصحية. حلو. لتقدر تدربه. عشان هيك في عملية التشخيص والتقييم في البداية أول شيء بتعرف قدرات هذا الشخص، بتعرف على إيش بدك تدربه بعدين، لأنه أنت قيمته وشخصت حالته. نعم. حلو. جميل. نعم. جدا. نعم. طيب إيش اللي دكتورة سناء بتعتبره إنجاز في 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 عملها ومن خلال مبادرتها؟ يعني أنت حكيتي قبل شوي إنه أحقق ولو جزء من الهدف. نعم. إيش هو اللي صار مع الدكتورة سناء واعتبرت إنه يعني الثمرة كاملة؟ لما بقعد مع حالي وبحس انه فعليا انا انسانه معطاء. يعني لما بشعر بيني وبين نفسي انه انا فعليا الحمد لله، لو كانت المبادره هالقد جهودها او كانت هالقد تعبت فيها هالقد هو هالقد. حلو. كله انا فخوره فيه بكل. حلو. عمل قمت فيه بلا استثناء. ولما فعليا هذا نمى الانسانيه عندي. نمى روح العمل التطوعي، نمى الاستمراريه. يعني عندك مبادرات بيكون في عندها دافعيه ومبسوطين وكثير هيك بتحسهم محفزين انهم بدهم يطلقوا مبادره ويضلوا مستمرين فيها. بس ممكن الوضع المادي ما يسمح لهم يستمروا. ما بتلاقي الا هاي المبادره خلص ما إلها وجود. انا يعني
بدي تضل هاي المبادرة مستمرة. إذا سألتني عن هدفي بدي إياها تضلها مستمرة وتعم مع الوطن العربي وممكن تحصل العالمية. أنا ما عندي إشكالية العمل الخير الإنساني يوصل. أنا رح أضل أعمل جهودي إلى آخر نفس بعمري. الله يعطيك الصحة والعمر يا ستي، وتبقى هذه هذا العطاء مستمر، لأنه يعني هذه الطاقة الإيجابية اللي عندك يعني يا ريت يعني الكل يعني يكون في عنده مثل هذه الطاقة الإيجابية. في الختام إيش حابة تحكي دكتورة سناء؟ حابة أشكر مجتمعنا الحبيب على تآزره معي ومساندته إلي ودعمه ولكل النشامة والنشميات اللي بالوطن، وحابة كمان أشكر الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الهمم على كل اللي بيقدموا على كل إنجازاتهم. وبالمناسبة هلأ أنا رح أخلص اللقاء، طيارتهم رح توصل الأبطال اللي راحوا على اليابان وحصلوا ميداليات فضية وذهبية وبرونزية، كلهم بهنيهم. هلأ رح نروح نستقبلهم بالمطار. حلو. يعني على الوحدة رح توصل طيارتهم وبهنيهم وفخورين فينا فيهم. حققوا ميداليات؟ نعم حققوا، حققوا ذهبية وفضية وبرونزية. حلو. والحمد لله بكفي إنهم يرفعوا علم الأردن باليابان اللي احنا بنقول اليابان اخر الدنيا. هذا انجاز. صح. وبتمنى من المجتمع المحلي بشكل عام انه يوقف مع هدول الابطال. صح. يدعمهم، يدعم قدراتهم لانه هدول انجاز للاردن. صح. يعني الناس هدول ذوي طاقات هائله، ابطال نشامه، لازم احنا نكون فخورين فيهم. على الاقل نبعث لهم استقبال يليق فيهم. يليق فيهم. بكفي قعدته بالطياره ودخلته العفو منك على التواليت. صح. اللي بالطيارة ويقعد طاير 13 و14 ساعة. وبيكفي انه يحقق انجاز للأردن ويرفع علم الأردن بأكبر المحافل الدولية بالعالم. صح. فلازم نكرمهم. أكيد. لازم. أكيد. يعني مو بس انا، هاي جهود فردية انا وبعض الشباب النشامة. ولكن لازم في لهم استقبال. صح. يليق بهم. صح. يعني انا ما بلوم اي جهة ولكن لا هذا ما طموحي. بلوم أنا لكن هذا احنا يعني يا ريت يعني هاي الطاقات يعني لازمها قمة الاهتمام. حلو. وخاصة انهم من الاشخاص ذوي الاعاقة. حلو. ايش بتحكي للعائلات اللي عندهم اشخاص ذوي اعاقة؟ بحكي لهم انه انا فخورة كتير فيكم والمجتمع كله فخور فيكم على جهودكم الطيبة والمتواصلة والجهود اللي راحت والجهود اللي هلأ والجهود اللي راح تبذلوها لقدام بالمستقبل. لانه انتوا قاعدين بتحفروا بالصخر بالضبط. اهل الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني أنا كأخصائية بحس حالي عم بحارب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فما بالك بالأهل. بالأهل اللي هذا الولد انولد أو البنت وتربى وكبر وصار شاب. شو الجهود اللي بدها تكون؟ يعني أنا قلت لك بأنه التربية الخاصة بدها جهود مكثفة ومضاعفة ومستمرة. ومتتابعة. فما بالك بالأهل اللي من هو بيبي لحد. صح. ما كبر وصار شاب وصارت صبية وهم معه. شو هاي الجهود العظيمة؟ يعني أولادنا إحنا من غير ذوي الإعاقة وعم نتعب معهم. عم بغلبونا. فما بالك. صح. فما بالك بالتعب واللي يعني والجهد اللي راح يبذلوه أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة. إحنا فخورين فيهم والله يعطيهم الصحة والعافية ويمدهم بكل الطاقات الإنسانية الخيرية اللي بتقدر توصل أولادهم لأفضل مستوى. إن شاء الله. وبجهود مبادراتكم دكتورة سناء أيضا يعني قد تصل هاي الأمور. شكرا لك دكتورة سناء على مبادرتك الرائعة. شكراً. على ما تقدميه لأصحاب الإعاقة، هذا الجزء يعني المهمش إلى حد ما في بعض الأحيان في مجتمعنا، لكن إلقاء الضوء عليه وتفعيله هذا شعار مبادرة سنة. نعم. وأنا بشكركم لك. بدوري وبحكي لكم صباح الخير من الكتل الحبيب ولقائد الوطن ولجلالة الملكة رانيا. وكمان بحب أشكر الأستاذ وليد ريان هو اللي كانت بصوته الأغنية، وبحب أشكر الأستاذ محمد القيس الموزع لألحان الأغنية، وبشكر الشاعر الرائع مهند دبابنة على جهودهم الرائعة والمتواصلة اللي كانوا فعلا يدا بيد معي وعملوا اللي بيقدروا عليه وزيادة في إنجاح هاي الأغنية. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لك. بهذا نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا الصباح. نأمل قدر الإمكان أنه بجوز ضايقنا بعض الشباب اليوم في حوارنا وفي حديثنا في برنامج بيت العيلة، لكن يشهد الله أنه همنا هم أنه شبابنا يكون صالح وشبابنا يكون فعال ومؤثر في مجتمعنا المحلي وعلى الصعيد العالمي. بهيك بنختم برنامجنا لهذا اليوم. ألقاكم على خير الجمعة القادمة في نفس المكان والزمان. مني أنا خالد المصري، كل الحب. السلام عليكم ورحمة الله.